السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم في تصحيح الامتحان الجهوي لجهاز درعة فيلات في مادة العلوم الفيزيائية دورات يونيو 2019. التمرين الأول: املأ الفراغات بما يناسب من الكلمات التالية لوصف حركة أو سكون جسم صلب ما. يجب تحديد جسم صلب آخر يسمى. إذا باش يمكن لنا نعرف واحد الجسم في حركة أو في سكون، يجب أولا اختيار الجسم المرجعي. إذا ذاك الجسم الصلب يسمى الجسم المرجعي، هذا هو الجسم المرجعي. باء: تجسد المواضع التي تمر منها نقطة متحرك من جسم متحرك هذه النقطة خلال حركتها. إذا المواضع اللي كتمر منها واحد النقطة من جسم متحرك، تلك المواضع كتسميها مسار هذه النقطة. إذا مسار النقطة. جيم: نقيس شدة القوة بواسطة جهاز. إذا الشدة كنستعمل جهاز الديناموميتر. الديناموميتر وحدتها هي النيوتن. إذا الوحدة ديال شدة القوة هي النيوتن. تكون الحركة منتظمة إذا كانت السرعة ثابتة. إذا دائما فاش كتكون السرعة ثابتة كتكون الحركة منتظمة مع مرور الزمن، وتكون عندما تزداد السرعة. إذا عندما تزداد السرعة مع مرور الزمن تكون الحركة متسارعة. السؤال الثاني: أجب بصحيح أو خطأ. وزن جسم مقدار فيزيائي يتغير حسب المكان والارتفاع عن سطح الأرض. طبيعة الحال الوزن هو مقدار فيزيائي يتغير حسب المكان والارتفاع، ماشي بحال الكتلة. الكتلة ما كتغيرش لكن الوزن يتغير. إذا هذا صحيح. نعبر عن مسافة التوقف بالعلاقة دي ا كتساوينا دي ا ناقص دي اف. خطأ. إذا شنو هي العلاقة دي ا كتساوينا دي ا زائد دي اف؟ هذا خطأ. للتقليل من الطاقة الكهربائية المستهلكة يجب استعمال المصابيح الاقتصادية. نعم، علاش كنسميوها المصابيح الاقتصادية؟ لأنها تستهلك أقل قدر من الطاقة وتقتصد في الطاقة. نعم صحيح. الوحدة العالمية لقياس القدرة الكهربائية هي الواط ساعة. لا، الواط ساعة ديال الطاقة الكهربائية، وكذلك هي ليست الوحدة العالمية كذلك ديال الطاقة، لكن القدرة الوحدة ديالها هي الواط ليس الواط ساعة. هذا خطأ. يتم قياس الطاقة الكهربائية المستهلكة في المنزل بواسطة العداد الكهربائي. نعم صحيح. إذا الطاقة كنقيسها بواسطة العداد. صحيح. ثالثا: أتمم الجدول بما يناسب. المقدار الفيزيائي رمزه وحدته في النظام العالمي ورمز الوحدة بي اللي هي الوحدة ديالها النيوتن. إذا شنو هو الرمز ديال الوحدة النيوتن؟ هو N كبيرة ماجيسكول، ثم بي اللي هو الوحدة دياله هي النيوتن يعني أنه قوة. وشنو هي بي؟ هي شدة الوزن. إذا بي هي شدة الوزن ووحدتها هي النيوتن. الواط، الواط يعني الوحدة هي الواط دبليو في، هذا هو الرمز ديالو. ثم شنو هي اللي كنقيسوها بالواط ولا الوحدة ديالها هي الواط؟ هي القدرة الكهربائية. إذا القدرة الكهربائية، والقدرة الكهربائية شنو هو الرمز ديالها؟ هو بي، كذلك بحالها بحال هاد شدة الوزن. الطاقة الكهربائية E الوحدة ديالها هي الجول، الرمز ديالها هو جي، إذا هي الجول. التمرين الثاني الجزء الأول فيه: يمثل الشكل التالي جسما صلبا S كتلته M كتساوي 500 غرام معلقا بطرف نابض في حالة توازن. إذا هذا الجسم هو في توازن تحت تأثير النابض والوزن ديالو. نعطي شدة مجال الثقالة هي جي كتساوي 10 نيوتن على الكيلوغرام. أولا أجرة القوى المطبقة على جسم S. إذا شنو هي المجموعة المدروسة؟ المجموعة المدروسة هي هذا الجسم يعني الجسم S. ثم القوى المطبقة عليه، كاين جوج ديال القوى. إذا كاين تأثير النابض، تأثير النابض اللي كنسميه T، ثم وزن الجسم، وزن الجسم اللي دائما كنسموها بي. السؤال الثاني: صنف القوى المطبقة على جسم S إلى قوى تماس وقوى عن بعد. هنا بالنسبة لشدة القوى المطبقة من طرف النابض هما سموها F ماشي بي ماشي تي. إن هنا نديرو F هي تأثير النابض ولا القوى المطبقة من طرف النابض. إذا هذه القوى المطبقة من طرف النابض هي قوة تماس، لأن كاين تماس ما بين النابض والجسم S، ودائما وزن الجسم هو تأثير عن بعد ولا قوة عن بعد. إذا بالنسبة ل F هي قوة تماس، ودائما P هي قوة عن بعد. إذا P قوة عن بعد.
بيستبق شرطي التوازن استنتج اف القوة المطبقة من طرف النابض على الجسم اس. اذا شروط التوازن كيف ما كنعرفوا هو ان اذا كان الجسم في توازن فان للقوتين نفس خط التأثير ولديهما نفس الشدة ومنحين متعاكسين. هنا قالوا لنا فقط شدة القوة. اذا شنو غادي نقولوا؟ ان الجسم اس في توازن تحت تأثير القوتين F و P وبالتالي لهما نفس الشدة ونفس خط التأثير ومنحيين متعاكسين. هنا شنو خصنا نديرو؟ اول شيء خصنا نحسبو بي يعني قوه الوزن، لان ما يمكنش نعرفو القوه اف حتى نعرفو القوه بي، لان بي هي اف كيتساوي، لكن بي يمكن نحسبوها عن طريق العلاقه اللي هي ام في جي. اذا نحسبو شده الوزن بي. اذا بي شحال كتساوي لنا؟ بي هي ام في جي اللي هي شحال هي ام؟ هي 500 غرام، لكن كنحولوها للكيلوغرام. 500 غرام الى قسمناها على 1000 غتعطينا 0.5 كيلوغرام. 500 غرام هي نصف كيلوغرام، اذا هي 0.5 كيلوغرام في 10، لان جي هي 10 تساوي 0.5 في 10 هي 5 نيوتن. اذا قوه ولا شده القوه اف هي، اذا القوه كنديروها بالسهم لكن شده القوه كنديروها بدون سهم، اذا اف كتساوي لنا 5 نيوتن بحالها بحال بي. مثل القوه اف باستعمال السلم 1 سنتيمتر كتعطينا 2 نيوتن. اذا كان لدينا واحد السلم مثلا هنا 1 سنتيمتر هي 2.5 نيوتن، حنا شحال هي القوه ديالنا؟ كتساوي لنا 5 نيوتن. اذا هنا خصنا نديرو 5 نيوتن من تحت من هذه اللي بالنيوتن، ثم هذه اللي بالسنتيمتر شحال تكون كتساوي؟ هنا كنديروا علاقه ثلاثيه، كنضربوا هذا العدد في هذا العدد وكنقسموا على هذا العدد، يعني 5 نيوتن هذه اللي كتكون بالنيوتن كنضربوها في العدد اللي كيكون بالوحده الاخرى، اذا باش تعقلوا عليها كيفاش كنديروا لها، وكنقسموها على العدد الاخر اللي هو كذلك بنفس الوحده. اذا هذه بالنيوتن هذه بالسنتيمتر نضربوها في 1 سنتيمتر على 2.5 نيوتن، باش كيتختاز النيوتن وكتبقى هنا سنتيمتر. 5 في 1 هي 5 مقسومة على 2.5، إلا استعملناها بالآلة الحاسبة نلقاو كتساوي لنا 2. كذلك غير بالعقل ديالنا 2.5 هي 1، إذا 5 هي 2، هي 2 سنتيمتر. إذا هنا باستعمال السلم، باستعمال السلم طول المتجهة F هو 2 سنتيمتر، وهنا غادي نستعملو هاد السلم وغادي نديرو 2 سنتيمتر، لكن خصنا دائما كنستعملو جميع المميزات. بالنسبة للقوة اف شنو هي النقطة ديال التأثير ديالها؟ هي النقطة ديال التماس. إذا كنطلقو من النقطة A، بما أن هاد الجسم في توازن القوة بي كتكون نحو الأسفل والقوة اف غادي تكون نحو الأعلى، إذا غادي نمشيو نحو الأعلى ونبداو من النقطة A وغادي نديرو 2 سنتيمتر، يعني غادي ناخدو المسطرة وغادي نحطوها على هاد النقطة أ 2 سنتيمتر وغادي نزيدو هنا حتى نوصلو للصفر، إذا 2 سنتيمتر ونديرو السهم وكنديرو القوة F. إذا بهذا الشكل أنا قمت بالرسم ديالها، إذا انطلقت من النقطة أ نحو الأعلى وكيف ما قلنا درنا 2 سنتيمتر. انفلت الجسم S من النابض فقطع المسافة D كتساوي 1.25 متر خلال مدة نصف ثانية، يعني 0.5 ثانية. احسب السرعة المتوسطة لجسم S لقطع المسافة D. إذا هذا الجسم قطع، هذا النابض تقطع وطاح هذا الجسم، فاش طاح السرعة ديالو شحال كانت؟ إذا بما أنه قطع هذه المسافة خلال هذه المدة الزمنية غادي نستعملو العلاقة ديال السرعة. إذا نعلم أن V تساوي د على تي، شحال هي دي؟ هي 1.25 متر مقسومة على تي اللي هي 0.5 ثانية. هنا السرعة غادي تخرج بالمتر على الثانية، نخليو هذا ونديرو المتر على الثانية. إذا عندما نحسبها بواسطة الآلة الحاسبة شحال غادي نلقاو؟ في كتساوي لنا 2.5 متر على الثانية، هذه هي السرعة المتوسطة ديال هذا الجسم اس.